المملكة المتحدة في حالة اضطراب. ما بدأ كمظاهرات متفرقة ضد الهجرة تصاعد إلى موجة من أعمال الشغب التي يقوم بها اليمين المتطرف تجتاح البلاد. عصابات من القوميين البيض اجتاحت الشوارع واصطدمت بالشرطة واستهدفت المواطنين غير البيض وحاصرت الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء الضعفاء. كيف وصلنا إلى هذه النقطة الحرجة؟ ما هي القوى التي دفعت أمة بأكملها إلى حافة الهاوية؟ بدأ الأمر بمأساة. في 29 يوليو اهتزت بلدة ساوثبورت بسبب حادث طعن وحشي لثلاث فتيات صغيرات. انتشرت شائعات بسرعة بأن المعتدي كان مهاجراً مسلم، مما أثار غضباً واسعاً. في غضون ساعات أشعلت المعلومات الخاطئة نيران الكراهية، مما أدى إلى هجمات على المساجد المحلية، وتصاعد في المشاعر المعادية للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من الحقيقة أن المشتبه به ولد في كارديف ولا علاقة له بالإسلام. كان الضرر قد وقع، استغل اليمين المتطرف الفرصة وأجج غضب الناس ليخلق أزمة وطنية. لكن هذه الاضطرابات لم تظهر من العدم، إنها نتاج أمة تكافح مع قضايا عميقة الجذور: الإحباط الاقتصادي والشعور بالتشرد الثقافي وطوفان من المعلومات المضللة عبر الإنترنت. فئة غير متوقعة كانت في طليعة هذه الشغب رجال في منتصف العمر تعرضوا للتطرف عبر الإنترنت وتغذيهم نظريات المؤامرة. هؤلاء الرجال الذين تجاوزوا عمر النشأة الرقمية انجذبوا إلى غرف الصدى، حيث يتم تضخيم مخاوفهم وإحباطاتهم وتصلب معتقداتهم. إنهم ليسوا مجرد جنود في هذه الشغب، بل هم قادة مجتمع ينشرون أفكارهم ويؤججون الاضطرابات. ولا يمكننا أن نغفل عن دور النخبة السياسية في هذه الأزمة. سنوات من الخطاب المعادي للمهاجرين، خاصة المسلمين، مهدت الطريق لهذه اللحظة. رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وآخرون نشروا مشاعر الإسلاموفوبيا علانية، مما أدى إلى تطبيع الكراهية التي تنتشر الآن في الشوارع. هذه ليست مجرد مشكلة هامشية لليمين المتطرف، إنها نتاج سنوات من التهاون والتواطؤ عبر الطيف السياسي. لقد استغلت أعمال الشغب أيضاً رواية سامة عن ما يسمى بالرجولة. قام المحرضون من اليمين المتطرف بتصوير أنفسهم كحماة للنساء والأطفال، مستخدمين مأساة ساوثبورت لتبرير أجندتهم المليئة بالكراهية. أصبحت اللافتات التي تحمل عبارة أنقذوا أطفالنا شعاراً متكرراً، حيث يخلط هؤلاء بين العنصرية التقليدية والروايات الحديثة من المحيط الرجولي. الأمر ليس فقط عن الهجرة، بل هو عن رؤية مشوهة لما يعنيه الدفاع عن الأمة. النفاق مذهل. قبل أسابيع فقط من هجوم ساوثبورت قتل صبي أسود يدعى دانييل أنجورين بوحشية على يد رجل أبيض. لكن أين كان الغضب حينها؟ أين كانت أعمال الشغب؟ الفارق الكبير في ردود الفعل يبرز العنصرية العميقة. المهاجم في ساوثبورت رغم عدم ارتباطه بالإسلام أو الهجرة الحديثة، تم تصويره كرمز لكل ما يخشاه هؤلاء المشاغبون ويكرهونه، بينما يعامل المهاجم الأبيض كحالة معزولة. هذا هو المعيار المزدوج الخطر الذي يغذي هذه الشغب ويعمق الانقسامات في المجتمع البريطاني. بينما تستمر أعمال الشغب، تكون العواقب بعيدة المدى. الأبرياء يعيشون في خوف، مجتمعات بأكملها مهددة، ونسيج المجتمع البريطاني بدأ في التآكل. أصبحت الهجمات بالحمض وإشعال الحرائق رموزاً مرعبة لهذا الاضطراب. ومع تصاعد العنف تواجه الأمة موجة من الهجرة العكسية لأولئك الذين لم يعودوا يشعرون بالأمان في منازلهم. حلم المملكة المتحدة الشاملة والمتنوعة ينزلق بعيداً ليحل محله الخوف والشك والانقسام. المملكة المتحدة تقف عند مفترق طرق. يجب أن ينتهي العنف، لكن يجب أيضاً أن تنتهي الظروف التي سمحت له بالاندلاع. هذه ليست مجرد قضية تتعلق بإنفاذ القانون، إنها معركة من أجل روح الأمة. يجب على بريطانيا أن تختار: هل ستستسلم للخوف والانقسام، أم ستسعى نحو الوحدة والتفاهم؟ الأيام القادمة حاسمة، مستقبل المملكة المتحدة معلق بخيط رفيع. إذا استمتعتم بهذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب وشاركوا الفيديو واشتركوا في القناة لمزيد من التحديثات مع تطور هذه الأزمة.